من الجنوب من الشرق، لازم في حاجة لازم يعملوها في أرض الواقع اليوم قبل بكرة. شوف المصريين ديل، المصريين ديل أول بأول شفت البهايم اللي بتصدر من الدارفور، سواء كان أبخار أو جمال أو وات إيفر، ده كله شفته يقيف. يقيف كيف؟ أنا بديكم الخطط كيف يا شباب. شوف أي تاجر جاء دار يشتري بهايم يصدر الخرطوم، ده خط أحمر. تبيعوا البهايم تشيل قروشك على الميزة، تربط الطريق تشيل البهايم بتاعكم. لا شغلانة فيها جنجوية وما لقوا طريقة، أقتلوا البهايم. ده ما يمشي خرطوم ولا يمشي، شفتها أي مكان ده الناس دارفور ما يمشي ولا بهيمة. شفتها أنا بعرف البهايم بتصدر من، شفتها هناك عندك الجريبان وعندك شفتها لحد شفتها تمشي الكردفان، ما في لا بقرة لا جمل لا شبر يمشي قدام. ده ناس دارفور، ناس كردفان. عندكم من الشمالية شوف سكروا أم البلد ده كلها سكروها، لا يطلع لكم شفت خروف لا جمل. المصريين ده شفت يمشي لهم سيسي، لأنه أصلا عبد الرحيم دوغ اللي مشى هناك عنده مصالح، لأنه عنده اتفاقات مع سيسي، لأنه قاعد بيصدر له بضاعة الثروة الحيوانية والثروة الزراعية دي كلها قاعد بيصدر له هو كويس. عشان كده عايز يمشي يفتح له طريق. هسه هو شوف هسه هما مشيت هناك ده عايز يدفع ل ل ل شنو للناس، الناس اللي مثلا انت عارف شنو الناس الكبار هناك يدفعوا لهم فلوس، وباقي الشباب الصغار صغار يفتحوا طريق. اي زول من الشمال قاعد تسمع الكلام ده، لو جاكم اي زول شيخ ولا امده ولا اي وات ايفر قال لكم افتحوا طريق وردوه، لانه اصلا الدرين دخلوا دفع له فلوس، لانه مصر سيسي بيقول له يا اخوي زول ده ادفع له فلوس عشان يفتح لي طريق. ده انتوا كويس. بعد ده سلميه ما في السودان، سلميه انتهت. اي زول تشيل سلاحك تحمي نفسك، بهيمه يشتروه من الاقليم بتاعك ما تخليه يمشي قدام. شيل قروشك اول جاك تاجر ده، شيل قروشك كبه في جوبك، البهايم حطهم بجنبه. المسا شاغل التاجر ساك مش مهم ده، امشي قدام بس شيل البهايم ده، رجع جيبه راجل في محله بس ابو ده اقتله ما يمشي قدام عشان البلد ده كله يستقيم. تحياتنا تسلم، شكرا. شكرا لك تسلم. الدعوه شغاله عبر الواتساب، تابعوا الصفحات بس انتوا الصفحات اللي بعلقوا ديل جد، عمل له سكرين شوتات وراجعوا الصفحة دي، شوفوا الصفحة دي مزور ولا سيد منو، تلقوا جنجويتي تلقوا كوس، يا جنجويتي يا كوس يا انتهازي يا فلانجاي، أربع صفحات يا فلانجاي يا جنجويتي يا كوس كويس يا انتهازي. تابوا الصفحات يا شباب، ما تخلوا اني اشتغل براي، تابوا الصفحات، تابوا الصفحات وردوا على الناس واردموا ردم شديد، اردموا. ما بالضرورة انك انت تجي هنا وبعدين انا ما اقدر ادخل زول عبر الصفحة، لانه في صفحات وهميه بيعمل لي فيروس، فيروس في صفحتي ده. مرحبتين. طيب حبابك لغه الام برضو شغال يا فرد، شباب شغال يا كذا حبابك. يلا انا ما داير بس اتكلم. يلا انت جبت الفيديو بتاعت البهايم اللي بودوهم المصر ده، افتح بتاع اسف في لينك رسلته لك، الدهب اللي بودوه انت ليه ما فتحت الدهب ده؟ افتح في لينك ده افتح وعسي، وزول ده بعد منه ما يتكلم حتى بالعربي، يتكلم بالانجليزي، افتح اللينك ده. اوكي تمام الان خلي جمهور شاهد. تمام يلا ارقام بتاعت ليبيا ده انا ما بستقبلها الليله نهائي ذاته، اي زول قاعد في ليبيا زول شوف مره قبل ده بوين هذا ما ده نستقبلها الليله. اي رقم ليبيا اقا مارك اقا مارك اقا مارك، كميه بتاعت جنجويت وكميه بتاعت وسخ عفن ساكت. هاي الذهب ده، الذهب ده وين يا جماعه؟ الذهب ده ذكرني زول ده، الذهب ده وين؟ الذهب ده وين يا جماعه؟ كمية بتاع الذهب ده، كمية بتاع الذهب ده. قالوا في ناس قالوا في مبنى في الخرطوم، لا لا في الدروشاب، لا لا وين بتاع كمية بتاع الذهب ده، ها القوالب بتاع الذهب ده. فيديو ده طبعا لافي في السوشيال ميديا كويس، فكمية كمية كمية. 8 hours one day one working one shift. One shift. What is the weight of each bar? How old does it?
11 كيلو. God. How much is cement in American kilo. Dollar? ما في زول قال لي داير يتكلم بالانجليزي قال لك ما في زول داير يتكلم انت يا ما هو سرب الالاف. مرحبتين. السلام عليك. مرحبتين استاذ احمد كسر حبابك. ان شاء الله طيب بخير والله. في اللايف مباشر. تفضل. بارك الله فيك. تفضل. الخرطوم ايه؟ واحد قال في مطار الخرطوم، واحد قال في مبنى كده وبتاع. قال لك القطعة الواحدة 12 كيلو. واحدة بس. ده في مطار، في المطار. في الامارات. كويس. بالانجليزي ما في دول داير يتكلم. بنك السودان 11 كيلو. ده محل الشرطة. اوكي. اي دول بيكتب على كيفه طبعا. طيب في واحد هنا كده نستقبله انا نشوفه فهمه شنو. الدعوة مفتوحة يا جماعة. طيب مرحبتين. حبابك ارفع صوتك ساعدنا بالصوت. ايوه عايز اسمع انا وقت ما سمعش كده. شيل السماعة برا. اوكي ده هاي كده واضح؟ واضح هاي. مرحبتين تفضل. دينك تكتب لي وبتاع وانا ارجع لك اخي كلام بارك. المهم تحياتنا يا شباب وشكرا لكم ولي قدام وتسلموا كثير ولي قدام. في زول داير يتصل؟ لو في زول يتصل خلاص انا وصلت لقواتيم اللايف. اللايف ده يا جماعه امل كم؟ اكتبوا لي يا جماعه امل كم؟ امل ساعه، ساعه وثلث، 50 دقيقه، 40 دقيقه، امل كم يا جماعه؟ اللايف امل كم؟ ايش امل كم اللايف ده؟ امك في واحد جنجويتي هنا. في واحد جنجويتي هنا. امك في واحد جنجويتي جاب نفسه براو. في واحد جنجويتي جاب نفسه براو. في واحد جنجويتي دردق نفسه براو يا جماعه. في واحد جنجويتي عصا حرقته جنجويتي اهو. ده رقم تليفونه يا جماعه. رقم لي قاعد في السعوديه. جنجويتي رباط قاتل مجرم غزر. ده جنجويتي افك لك وكلمته صوتي يا كسل. انت قلت راجل وتهجم هناي طوا كسلا. والله نتمناها منك. نتمناك كي ترجلوا. خلي بالك احنا يا الجنيد اللي معرفونا كويس رزق قدل ابناء عمومتنا تمام. بني حسين تعايشة حبانية بني هلبة اولاد راشد مسيرية شفتها والله كلنا يا عمام
وهسي وهسي ده شفت من اي مهرجان يتجمع وده